أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، نتناول فيها مجموعة من الأخبار التي تناولتها الصحف الإلكترونية لهذا اليوم، ونبدأ بالعناوين. موقع يمن مونيتور: ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية وسط أزمة الريال اليمني. موقع الموقع بوست: أطباء بلا حدود عالجنا نحو 55 ألف جريح في اليمن، منهم 10,000 في تعز. أما صحيفة العرب الجديد فعنونت: جزائري يعبر 17 بلدا مشيا على الأقدام لأداء العمرة. ومن الأخبار الأكثر قراءة: زفاف فخم مكافأة لزوجين كينيين أنفقا دولارا واحدا على حفل زفافهما. أهلا بكم. البداية من موقع يمن مونيتور، والذي تابع الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية وسط أزمة الريال اليمني، وأقر الموقع في تفاصيل هذا الموضوع. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المدن والمحافظات بشكل جنوني الأيام الماضية، مع انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في سوق الصرف، وهو ما يدفع اليمنيين إلى الحد من كميات الطعام المستهلكة أو تقليل عدد الوجبات يوميا، بعد أن زجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أشهر من عدم صرف الرواتب. محمد علي، تاجر حبوب في صنعاء، قال ليمن مونيتور: اليمنيون أقبلوا بشكل كثيف لشراء احتياجاتهم من المواد بعد أن شعروا بالخطر يهدد انعدامها. شكى علي من استفزازات الحوثيين ومحاولات عديدة لإغلاق محله بدلا من تحمل الجماعة وقف استمرار المضاربة بالريال اليمني. وعلم يمن مونيتور من مصادر خاصة قيام وزارة الصناعة والتجارة الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثي بتهديد 3510 من تجار الجملة بالسجن في حالة استمرارهم مخالفة أسعار ما دفع تجار الجملة والتجزية للمواد الغذائية، بالتهديد بإغلاق محلاتهم التجارية ووقف عملية البيع والشراء في حال استمرار مطالبتها بتحديد تسعيرة ثابتة في ظل توقف عملية الاستيراد. أما في صنعاء فيقول موقع المصدر أونلاين: إن 8 نساء وطفلين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 10 نساء أخريات في غارة جوية شنها طيران التحالف على تجمع عزاء نسائي في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء. وبحسب مصادر محلية، فقد استهدف طيران التحالف منزلا كان يضم مجلس عزاء نسائي في منطقة بيت النكعي بمديرية أرحب شمال صنعاء. ويتابع الموقع: تكرر الغارات الجوية الخاطئة لطيران التحالف بين الحين والآخر ما يسفر عن سقوط مدنيين. ومن تعز عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: انتشار عسكري لحفظ الأمن داخل مدينة تعز، والحياة تعود إلى طبيعتها في شوارع وأسواق المدينة. حيث انتشرت قوات عسكرية تابعة لقيادة محور تعز العسكري في مختلف أحياء مدينة تعز بعد الفوضى الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي. مصادر إعلامية في المركز الإعلامي لمحور تعز قالت للمشاهد: قيادة محور تعز وجهت ضباطا وأفرادا من المحور إلى حفظ الأمن داخل أحياء مدينة تعز والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لنشر الفوضى في المدينة. سكان محليون أكدوا للمشاهد انتهاء أعمال الفوضى وعودة الحياة بشكل طبيعي في أسواق المدينة، وخاصة سوق ديلوكس الذي كانت تدور فيه الاشتباكات المسلحة بين مسلحين خارجين عن القانون. الضمير الفاسد هو عنوان اختاره الدكتور ياسين سعيد نعمان ليكون تلخيصا لمقاله المنشور في موقع الموقع بوست، والذي قال في جزء منه: يجب الوقوف أمام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط، وهي أن المقاومة التي وقفت في وجه الانقلاب العدواني للحوثي وصالح قد تشكلت في خضم صراع متحرك ومواجهات دامية،
وتحت رايات متعددة التقت عند هدف واحد وهو هزيمة هذا الحلف الميليشياوي العدواني، لكنها في معظمها لم تقترب بما فيه الكفاية من مشروع بناء الدولة الذي كان يجب أن يشكل قاسماً مشتركاً يمكن العودة إليه عند الضرورة. قاتلت ببسالة لكسر عدوان، وافتقرت إلى هذه البسالة حين تعين عليها أن تعالج قضايا المستقبل. إشكالية ضعف الانتماء إلى هذا المشروع للأسف جعل الخلافات التي تبرز بين فصائل المقاومة تأخذ أبعاداً تتجاوز حدودها الطبيعية لا يردعها عن الاحتكام للسلاح أي رادع. وطالما افتقرت العلاقة الداخلية بين هذه الفصائل إلى رابط استراتيجي قد يكون هو المرجعية في إعادة بناء وتأهيل وتنظيم المقاومة باعتبارها القوة الأساسية التي تحمي فكرة استعادة الدولة وبنائها على الأسس التي تحقق السلام والاستقرار للجميع، فإن أبسط خلاف بين مكوناتها سيجري تسويقه على أنه مؤامرة تستهدف هذا الطرف أو ذاك، وستجد نفسها قد انساقت وراء هواجس المواجهة وكسر الآخر بعد أن يعاد تشكيل الآخر في الوعي المضطرب بطريقة أقرب إلى الملهى. مباحثات لتكرير النفط الكويتي في مصافي عدن، هذا ما عنون به موقع الوحدة وينت. ليتابع الموقع بالقول في التفاصيل إنه تبدأ في العاصمة الكويتية مباحثات يمنية كويتية الاتفاق على آلية لتكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن اليمنية. المتحدث الرسمي لشركة مصافي عدن ناصر شائف قال إن وفد شركة مصافي عدن وصل إلى العاصمة الكويتية برئاسة المدير التنفيذي للمصفاه محمد عبد الله أبو بكر البكري، وأوضح أن الوفد اليمني سيجري مباحثات مع وزارة النفط الكويتية من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن وإعادته مجددا إلى الكويت بناء على اتفاقات سابقة. موقع عدن الغد عنوان: لأول مرة مطار سيئون يستقبل 540 من المسافرين عبر 6 رحلات جوية. وتقول التفاصيل: شهد مطار سيئون الدولي حركة نشطة في استقبال ومغادرة المسافرين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، بلغ عددهم 540 مسافرا عبر 6 رحلات جوية قادمة من مطار القاهرة والأردن ونيروبي. مدير عام مطار سيئون الدولي مهندس طيران حسن فرج الكثير قال إن ما شهده مطار سيئون الدولي وسيشهده خلال الأيام القادمة يعود لجاهزية المطار في استقبال مثل تلك الرحلات وبانسيابية تامة دون أي عراقيل من خلال كفاءة العاملين والموظفين والأجهزة الأمنية العاملة بمطار سيئون وما يبذلونه من جهد. موقع الموقع بوست عنوان: أطباء بلا حدود عالجت 55,000 جريح في اليمن منهم 10,000 في تعز. منظمة أطباء بلا حدود قالت إنها قدمت العلاج لنحو 55,000 جريح في اليمن داعية أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات في البلد الذي يشهد حربا بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع. رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن جو بيسلينك قال خلال مؤتمر صحفي في عمان إن المنظمة تعبر عن مخاوف جدية اتجاه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، ولفت إلى أن طواقم المنظمة في اليمن تضررت بشكل مباشر من العنف، وهناك مستشفيات تعرضت للقذائف وأطلاق النار، وأربع مرافق صحية تابعة للمنظمة تعرضت للقصف الجوي. نائب الرئيس التنفيذي في المنظمة تمام العودات قال إن هناك عددا هائلا من السكان يعانون من الجوع والمرض وارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية أهمها الوقود والكهرباء وانعدام مياه آمنة للشرب وكذلك الصرف الصحي الملائم ووسائل النظافة. هناك أدوات لإخضاع الناس وتشجير الدولة بحسب الكاتب فتحي أبو النصر، حيث قال الكاتب في موقع يمن مونيتور: لا يمكن تحرير الناس من استبداد الشيخ باستبداد السيد أو العكس. المسيدة والمشيخة عدوتان لدودتان لحرية الناس وإن اصطدمتا ببعضهما. التجهيل والكهنوت والقوة والعنصرية أدواتهم المشتركة لإخضاع الناس وتشجير الدولة. أما الفندمة فلها تاريخ طويل في تدعيم مصالحها وفسادها بتدعيم مصالحهما الاستغلالية المشتركة بالمقابل
ما خلق مسارا لا وطنية هو الأكثر بؤسا في التاريخ اليمني المعاصر منذ ما بعد سبتمبر 62. فالفنادم الذين حظوا بامتيازات غير مشروعة كقوة جديدة تنافس للاستحواذ على السلطة واحتكارها، يكشف التاريخ أنهم لم يحموا الشرعية الدستورية والقانونية، وبالتالي لم يكن الجيش ملك الشعب في معظم المراحل، وإنما استمرت تتناهشه مراكز النفوذ التاريخية حتى كانوا تارة مع استبداد الحاكم العسكري وتارة مع المشيخة والمسيدة كجناحين له، وهكذا اكتملت أضلاع مثلث عوائق بناء الدولة الأكثر إحباطا للمجتمع. ثم إن حيازة هؤلاء للسلاح هي أداتهم العليا التي لن يتنازلوا عنها في السعي لتوظيف الغلبة لفرض عصبوية ومزاج لا دولة، بينما لا نتيجة تستحق الذكر سوى تغيير الشكل ليبقى المضمون واحدا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج الإماراتية قالت بأن ميليشيا الحوثي وصالح أقدمت على تدمير قرية بلاد الحذيفي في مديرية العدين بمحافظة إب بعدما شنت حملة اعتقالات فيها، وتم خلال الحملة اختطاف 300 شخص وتشريد الكثير من أهلها، وذلك على خلفية مقتل قائد نقطة الحوثيين في المديرية المدعو أبو عبد الرحمن العلوي في اشتباكات مع مجهولين. وأكدت مصادر محلية في العدين أن الميليشيا أقدمت على نهب كل الأموال والمجوهرات والمقتنيات حتى المواشي من منازل أهالي بلاد الحذيفي، وأحرقوا عددا من المزارع والسيارات، ولا تزال هذه الحملة متواصلة، مشيرا إلى أن الميليشيا قامت على مدار أسبوع كامل بأعمال تخريبية وتدمير كل شيء في المنطقة، كما اقتحمت منازل المواطنين في تلك القرى بشكل مروع وأخرجت الأسر والأهالي بالقوة قبل أن تختطف الأهالي وتقتادهم إلى جهة مجهولة. ميدانيا، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن طيران التحالف نفذ غارات عنيفة على قاعدتين عسكريتين لميليشيا الحوثي وصالح في الساحل الغربي لليمن، حيث تواصل قوات الشرعية تقدمها صوب محافظة الحديدة الاستراتيجية بعد تحريرها مؤخرا أو تحرير مؤخرا ميناء المخا. قوات الشرعية، وبحسب الصحيفة واصلت قوات الشرعية تقدمها من المخا باتجاه منطقة يختل التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال على الطريق المؤدية إلى الحديدة. الجيش الوطني أعلن إحباط محاولة تسلل في محيط تبتي موكنة والصياحي وتدمير رشاش مضاد للطيران في بلدة مقبنة، بينما اشتدت المعارك بين الشرعية والميليشيا في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة شرقية تعز. نبوة عبد الرحمن منيف، عنوان للكاتبة سعدية مفرح لمقال نشرته في صحيفة العرب الجديد، وقالت فيه: في مواجهة ما يحدث في وطننا، أي سكوت هو تواطؤ، أي هروب غير مبرر، ما عدا هناك إنقاذ شخصي، ولا أحد يستطيع أن يقول لا علاقة لي بما يجري. السكين قادمة، وعمليات المحو والتدمير مستمرة، وما حصل في بيروت سيحصل في كل مكان عربي، والعرب البعيدون عن إسرائيل يظنون أنهم في منجا، لكن هذا مستحيل، كلنا في النار. إننا في مواجهة حذف مادي ومعنوي قد نتعرض له خلال السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة، إذا ما عرفنا أن الكلام أعلاه قيل في حوار صحفي نشر في ثمانينيات القرن الماضي، نعرف أن السنوات العشرين أو الثلاثين المعنية قد مرت فعلا، وأننا نعيش الآن كما يبدو مرحلة المحو أو الحذف المادي المعنوي. صاحب النبوءة هو الروائي الراحل عبد الرحمن منيف، الذي يبدو أنه يستشرف مستقبل الأمة من خلال كتاباته الروائية التي اعتبرها نوعا من المواجهة بدلا من السكوت المتواطئ. ترى لو قدر المنيف أن يعيش حتى يومنا، ولو قدر له أن يرى ثورات الربيع العربي على سبيل المثال، وكيف بدأت وكيف انتهت، إن كانت قد انتهت، هل سيظل على قناعته المريرة بالمصير الذاهب إلى النار تحت وطأة الصمت والخذلان؟ عموما لا يبدو أن هناك كثيرا من الجديد تحت الشمس، والتشاؤم الذي كان يتحدث عنه عبد الرحمن منيف في كل حواراته الصحفية الصادرة في كتاب عنوانه الكاتب والمنفى،
أصبح سمة الحوارات كلها على سبيل الواقع المعاش. أما صحيفة العرب الجديد فعنونت: جزائري يعبر 17 بلدا مشيا لأداء العمرة، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن من أصول جزائرية أصر على أداء مناسك العمرة مشيا على الأقدام. وأوضحت قناة النهار الجزائرية أن الشاب يحمل الجنسية الأسبانية وهو من أصول جزائرية، وقد أصر على السير من فرنسا إلى مكة من أجل الاعتمار عابرا 17 دولة مشيا على الأقدام. وتضيف الصحيفة للعرب الجديد: خلال رحلة الشاب إسحاق بن نور بين فرنسا والسعودية، عبر الشاب 17 دولة من فرنسا باتجاه أوروبا مارا بتركيا ثم العراق ليدخل الأراضي السعودية. وقال الشاب في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل إنه قطع ما لا يقل عن 7250 كيلو مترا، وقد تطلب منه ذلك رحلة استمرت 6 أشهر كاملة. صحيفة الحياة اللندنية عنونت: بعد 17 عاما هاتف نوكيا 3310 بالأسواق مجددا. تقول الصحيفة: أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للهواتف عن نيتها إعادة إطلاق هاتف نوكيا 3310 الذي أصدر في عام 2000 والأكثر مرونة في التاريخ. وذكر موقع صحيفة أنتبنتد البريطانية أن هاتف 3310 يعد بداية العصر الحديث للهواتف النقالة، وسيتم بيعه باعتبار أن عمر بطاريته طويل ويستمر لأيام، ما قد يساهم في إقبال المستخدمين على شراء الإصدار الجديد منه. وتضيف الصحيفة: سيتم بيع الهاتف بنسخته الجديدة بمبلغ 59 يورو، ما يعادل 62 دولار أمريكي، وسيكشف عن ميزاته خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تكشف شركة HMD التي تعمل على تطوير وصناعة الهواتف النقالة بعلامة نوكيا أيضا عن إطلاقها هواتف نوكيا 3 و5 و6 خلال المؤتمر. شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: زفاف فخم مكافأة لزوجين كينيين أنفقا دولارا واحدا على حفل زفافهما. وقالت التفاصيل: أقيم حفل زفاف فخم مكافأة لزوجين من كينيا كانا قد أنفقا دولارا واحدا فقط على حفل زفافهما، بعدما انتشرت أخبار ميزانية حفل زفافهما الشهر الماضي بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير من الكينيين إلى عرض تقديم المساعدة. وتضيف البي بي سي: ارتدى الزوجان ويلسون وآن موترا في حفل زفافهما الأول سروالين من الجينز وقميصين رياضيين، واستبدلا خواتم الزفاف بحلقتين من الحديد. وتتابع الشبكة: قدرت وسائل الإعلام الكينية تكلفة حفل الزفاف الثاني بنحو 35 ألف دولار في مكان راق في العاصمة نيروبي. وقال التوين جومبا من شركة سيلك لتنظيم الحفلات إن الزوجين حصلا بالفعل على دعم مالي من آخرين، كما أعطى آخرون أشياء أخرى بمستويات مختلفة، كذلك حصل على تكاليف شهر عسل ووعد بتقديم منحة مالية لبدء مشروع. الكاتب عبد الرحمن الراشد تساءل في مقاله المنشور في الشرق الأوسط: هل نسير خلف ترامب؟ ليتابع قائلا: الذين يصورون التوافق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسته ضد الحكومة الإيرانية على أنه سير وراء داعية حرب وانجرار خلف مغامرات خطيرة فيه مبالغة شديدة. السياسات تتبدل حسب الظروف، وقد قرر الرئيس الجديد تبني سياسة تتصدى للتغول الإيراني في المنطقة الذي يهدد الجميع، ولم يتحدث أحد عن شن حروب أو مواجهات عسكرية، بل إن هناك سلسلة طويلة من الإجراءات التي سيختار منها لمعاقبة إيران بعد أن يقرر صانع القرار الأمريكي مستوى المواجهة. والرئيس ليس مضطراً لأن يرسل بوارجه لاحتلال ميناء بندر عباس أو وقف تسليح إيران للحوثيين بحراً، يكفيه أن يشارك أسطوله في مراقبة الملاحة قبالة الموانئ اليمنية
لوقف تهريب السلاح. مستوى المواجهة قد يكفيه إحياء العقوبات الاقتصادية ذات الشأن الثنائي، فقد أثبتت تلك العقوبات التي أقرها الكونجرس وطبقت في بداية عهد أوباما أنها أعظم تأثيراً وأقل مخاطرة من كل العمليات العسكرية في المنطقة. بلغت من الفعالية أنها اضطرت طهران إلى طلب التفاوض والتراجع لأول مرة عن عنادها باستكمال مشروعها النووي. وأهم عاملين في المقاطعة كانا الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات البترولية من الاستثمار والعمل في إيران، والثاني الأكثر إيلاماً كان منعها من استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية. رغم انتهاء مناسبة عيد الحب في 14 من هذا الشهر، إلا أن مظاهر الاحتفال به ما تزال مستمرة في بعض دول العالم، وإن اختلفت الطريقة نتابع معكم بعضا من صور الاحتفال بهذه المناسبة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.